السلام عليكم. موقع ديورابل بيخليك تعمل الموقع بتاعك في 30 ثانية. تمام. جنريت يور ويب سايت. جيت ستارت. او مع الذكاء الاصطناعي بيسألك بعض الأسئلة تلاقي الموقع بتاعك اتعمل على طول. هو عارف اللوكيشن فين فبيقول لي اختار بقى التخصص بتاعك. ما اقول له مثلا لاندسكيبنج نيكست. البيزنس بتاعك هنسميه ايه؟ هنسميه مثلا بيم اريبيا. نيكست. بيبدا يختار انسب حاجه للموقع وتقدر طبعا تغير الستايل وتغير الكلام كله في ثواني. يعني اول تقص تعمل سيلكت وتغير السيرفيس تقدر تغير اللي انت عايزه. كل ده اتعمل في ثواني. مبروك الموقع بتاعك بقى جاهز. تمام. كل المطلوب منك بس ان انت تعدل لو في حاجه محتاجه تعديل. طيب في حاجات عايز اخصصها مثلا عايز تضيف صفحه تويتر فبتقول له انا عايز اعمل كاستمايز فبيقول لي اعمل ساين اب عشان تبقى موجود معانا فهنعمل ساين اب. دلوقتي ممكن تعمل سيلكت على اي جزء وتقول له انا عايز اعمل ايديت. الكلام ده كله تقدر ان انت تعمل سيلكت وتعدل زي ما انت عايز. ممكن تخليه بالعربي موقع عربي اهوت. هتلاقي الكلام اتكتب هنا على طول. الهيدنج تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. لو في اي لينكات تقدر ان انت تحط اللينكات اللي انت عايزها. تقدر تقول له اول ما حد يدوس على اللينك دوت يتفتح في صفحه تانية. المحاذاه زي ما انت عايز. الباك جراوند تقدر تغير فيه الكار زي ما انت عايز وبعد كده تقول له سيف. فزي ما انت شايف الامور كلها بتبقى سهله جدا وبسيطه ما تاخدش منك وقت. كل جزء تقدر تعمل سيلكت وتقول له انا عايز اعمل ايديت فتعدل التكست زي ما انت عايز. تغير الفونت تغير الباك جراوند كل اللي انت عايز تقدر تعمله بسهوله جدا. في اي لحظه ممكن تعمل بابلش للموقع بتاعك بحيث الناس كلها تقدر انها تشوفه. تقدر تعمل ريجنريت. تقدر تدخل في السيتنج تعدل المعلومات الاساسيه اللي موجوده زي مثلا كنت تقص الهيدنج. كل الحاجات دي تقدر تعدلها. براوس ايكون تقدر تضيف ايقونات زي ما انت عايز. بالشكل دوت. مبروك بقى عندك الموقع الخاص بيك.